السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا متابعين، شلونكم؟ طيبين؟ على السلامة عليكم خلاف. حبيت طال عمرك انقل لكم التجربة هذه تجربة طال عمرك. الجرثومة المعدة ممتازة مرة جدا، ما شاء الله تبارك الله. انا كنت من اول عندي جرثومة المعدة وتتعبني مرة، فكنت اخذ علاج من المستوصف بما يقارب 1000 ريال يعطيني، او 1500 يعطيني طال عمرك مضاد حيوي قوة 1000، وعلاج ثاني والله ما ادري وش هو، وكنت استخدمها واجي زملائي يشوفوني يقولون عبد الرحمن ايش فيك؟ عسى ما شر ورك كذا مدن واخو، وش بلاك؟ وش عندك؟ قلت والله انا عندي جرثومه المعده ويعطوني علاج، والعلاج اذا اخذته يتعبني شوي. فقال لي واحد من اخويانا الله يجزاه خير ويوفقه ان شاء الله ابو عبد الله، قال لي ابو عبد الرحمن انطل علاجهم ذا واخذ عسل الغابه السوداء، لو ما عندك عسل طبيعي تاخذ عسل الغابه السوداء موجود في البقالات الكبيره، اسمه عسل الغابه السوداء تراه ممتاز يقوله، واخذ طال عمرك الخل، خل التفاح هذا مكتوب عليه الفرقان، هو خل التفاح المركز، تاخذ من الخل هذا عشان مركز تاخذ ملعقه واحده خل وملعقه واحده من العسل، لو ما عندك عسل طبيعي عادي تشتري من البقاله، العسل هذا انا اطلبه من واحد في الجنوب ب 350 ريال الكيلو، ممتاز ما شاء الله تبارك الله، من واحد شايب عنده مناحل. فانا جربت الخل وجربت العسل، ملعقه واحده اللي يحلل يفحص او يحلل ويطلع عنده جرثومه المعده ياخذ هذا، اذا راح حلل وطلع عنده جرثومه المعده ياخذ خل التفاح الطبيعي، خل التفاح الطبيعي وياخذ ملعقه عسل وملعقه خل الخل حق التفاح الطبيعي، يحط ملعقه عسل في الكاس، كاس حق شاي الكبير، ويحط معه ملعقه عسل ملعقه خل ويخلطه مع بعضه لين يذوب، اذا ذاب يشربه، بس يشرب قبلك ربع كاسة موية ولا نص كاسة موية على الريق، ويشرب بعده الخل والعسل وبالعافية إن شاء الله. مرة أنا مجربها، يقول اسأل مجرب لا تسأل طبيب، الفكرة هذه إذا أحد عنده جرثومة المعدة حلل طلع عنده جرثومة المعدة يستخدم ذولا، وبإذن الله مرة وحدة بوحدة ياخذها اليوم وياخذ بكرة وياخذ بعد بكرة، لو أخذ مرتين برضو كافية بس للاحتياط أزين، وأي وقت يحس جرثومة المعدة يستخدم ذي، ولا عندها حد تعبان ولا شيء، هذا الخل اصلا مذكور حتى في القران ما شاء الله تبارك الله، خل التفاح الطبيعي ممتاز مع ملعقه عسل وملعقه خل التفاح، ويضربها بالملعقه في الكاس لين تذوب بس، ويشربها الصباح على الريق، يشرب قبلها شويه مويه وخلاص باذن الله. انا الفكره هذه جربتها واستفدت منها، وحبيت انقل التجربه هذه لكم عشان تستفيدون، فاضيف